واضعين خدمة الفضائية الآرامية أمام الرب، نريد مجد الرب يظهر في هذه الفضائية. فضائية الآرامية محتاجة إلى تعضيد، محتاجة إلى دعم، لأن مثل ما تعرفون الجمع النصف السنوي خدمة كبيرة. الجميع اللي يشاهدون برامج الفضائية الآرامية برامج مختلفة، برامج قيمة، برامج هادفة. نشكر رب من أجل جميع الخدام اللي يدعون من قبل الفضائية الآرامية برامج لدراسة الكتاب المقدس، مرنمين. نشكر رب من أجل جميع المرنمين وخدام الرب اللي يحضرون ويقائمين بخدمة الفضائية. ومثل ما ذكرنا ونظل نذكر، لأن الخدمة مهمة، لأن الطلب كثير، لأن الحصاد موجود. نريد ندعم الفضائية الجديدة، فضائية جديدة راح تكون باللغة الإنجليزية. أحبائنا الاحتياج كبير، الحصاد مثل ما تعرفون العالم في يد الشيطان، فالرب يسوع المسيح صلب لأجل العالم كله. فخلونا نعمل في حقل الرب، خلونا نعضد خدمة الرب، خلونا نكون لما نطلع للسماء نشوف أثمار ما إحنا عملناه. احتمال احنا ننطي الفلوس بس ما نعرف وين راح تروح هاي الفلوس، لكن الرب يعرف، الرب يقدر ما انت تعطي. انت اعطي بمحبه الرب، اعطي للرب، لا تنظر الى يكون الخدمه انت 100% تعرف الخدمه ايش راح تكون، لكن الرب ده يظهر الخدمات، الرب ده يشوفك الآرامية من ضمن البرامج اللي تطلع، برامج قيمه كبيره لخدمه الرب يسوع المسيح. فكون واثق بانه الخدمات كلها لاجل الرب ولاجل ملكوته ولاجل خلاص النفوس ايضا. اشجع جميع احبائنا المشاهدين انه يعضدون هذه الخدمه، لان الخدمه هي كبيره وتحتاج الى تعضيد كبير ايضا.